ولن. هذا شعار فوريفر، لا للفقر. فوريفر الصحة والمال، فوريفر الصحة والجمال، فوريفر لا للفقر، كلنا فوريفر. The Forever Opportunity is like a growing tree. As you add new team members, you add new branches. Those new branches produce new branches themselves. With consistent effort, over time, you have a large tree stemming from your single trunk, your forever business. Welcome. Notification to Forever Living and Products Company concerning about starting up a new branch in Gaza Strip. Mr. Khaled Al-Khayyat, we in Gaza Strip need to start up a new branch because of demand increasing on your products and to be easier to import and to complete our operation well. And we hope to pay attention and a positive reply. Thanks, Manager Ashraf Al-Dabban, Speaker of Team Gaza Strip. أخصائي تغذية وعضو الجمعية الأمريكية للتغذية من فريق عمل السينيور مانجر عبد الله أبو ذكر. أستغل هذا اللقاء الطيب بشكر وتقدير وإكبار وإجلال للأخ الأستاذ خالد الخيار مدير فرع الشرق الأوسط في شركة فوريفر الأمريكية. فوريفر لا للمستوى الأدنى، أنت وأنت تستطيعين مع فوريفر أن تتحد شركتك بيدك، أن تصنع فريق عمل كامل متكامل في بيتك، أن تستطيع أن تدير شركة كاملة بدخل غير محدود في منزلك. هذه الشركة كما عرفوا فيها إخواننا شركة رائدة، وهذه الشركة هي الشركة الأولى على العالم، وحصلت الشركة على عدة من الشهادات مثل شهادة الآيزو، ومثل أيضا الترخيص الدولي لهذه الشركة. شركة فوريفر طبعا احنا كل توجهاتنا حاليا ناخذ الاشياء الموجوده من الطبيعه، منها هي بتحتوي على عناصر غذائيه مهمه. اشهر منتج في شركه فوريفر الملك اللي هو عصير الصبار، هذا ملك فوريفر، بدها شغل وبدها اجتهاد وبدها تحويل فريق. يقال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما اختار طائفه من الصحابه، ما اختارش اي واحد، واحنا بدنا منكم كل واحد فيكم يختار 12 شخص بس ما يختارش اي حد، لانه هذا ركن اساسي. اذا كان في الركن الاساسي في مشكله مش حتطلع، بدك تختار كويس 12 شخص، هذول الاوائل في كل فريق من الفرق اللي عندكم ان شاء الله يكونوا من اقوى الناس، عشان هذول انت حتعتمد عليهم وحيكون فريقك في يوم من الايام وحتكون افضل. معكم خالد بوعي، عمري 34 سنه، متزوجه وعمري 5 اطفال. اول راتب اخذته كان 300 شيك، والان طبعا الان صار خارجنا اليوم التاريخ 21/11/2017، واخر شيك استلمته كان 29,000 شيك. اشترينا السياره وقفشت البيت كله من فوريفر. تستطيع ان تحلم في السماء وانت في بيتك. اوجدت فرص عمل لاكثر من 500 عائله، ادخلت ارباح بالملايين على هذه العوائل. Thank you for your kind attention. Talk to the person who shared this presentation with you to learn more about how you can make a major positive change in your life with Forever.